المهم يعطيكم العافية. اليوم محاضرتنا عن نون فرويديان سايكو اناليتيك ثيوريز. طبعا احنا لما نحكي عن السايكو اناليسيز شو بنقصد بسايكو اناليسيز؟ هي مجموعة من الثيوريز والثيرابيوتيك تكنيكس اللي بتتعامل مع الانكونشس، اللي هي unconscious thoughts, feelings, desires, memories، واللي مع بعض هاي theories والtherapeutic techniques بيكونوا بشكل فورم من العلاج مع مرضى mental illness بالنسبة لمدرسة psychoanalysis. طبعا شو المين idea من psychoanalysis أصلا؟ بالpsychoanalytic approach الفوكس بيكون على unconscious زي ما حكينا أكثر من conscious، و مبنية بالأساس على فكرة إنه السلوك الإنساني يتحدد بالباست إكسبرينسز الموجودة بالأنكونشس مايند اللي صار لها ريبريشن كبت. وطبعا أبو هاي المدرسة ومؤسسها هو سيغموند فرويد، طبيب الأعصاب وعالم النفس النمساوي المعروف. طبعا فرويد علق على أو إله إسهاماته في العديد من الأمور، كتب بكتير شغلات بالطب النفسي وبرا الطب النفسي، في الثقافة وفي الأدب، له كتب، له في النقد الأدبي وفي الأديان كمان دراسات. فمثلا في احنا كعلم نفسي يعني تكلم عن التوبوغرافيكال موديل مثلا تبع المايند، وحكى انه المايند بتكون من كونشس وانكونشس سبكونشس وبري كونشس، وحكى انه مثلا كل شخص فينا بنظريته الثيوري اوف بيرسوناليتي تبعته انه كل شخص فينا بتكون من اد وايجو سوبر ايجو، وانه في صراع بصير بحدث مع الإنسان من ولادته لغاية عمر 6 سنوات، هو درس أكثر إشي اللي هي مراحل تطور سايكو سيكشوال اللي حكي عنها، حكي عن الأورال فيز وحكي عن الأينال فيز والفالك فيز والليتنت فيز وبالآخر الجينيتال فيز. يعني اهتم هو بالناحية السيكشواليتي عند الإنسان أكثر، واعتبر أنه الدافع الأساسي للإنسان هو الأجريشن والسكس أكثر من أي شيء تاني. طبعاً الأنكونشس مايند اللي فيه هاي الريبرست ويشز الأنوونتد مثلاً إمبلسز الأشياء هاي تطلع من خلال الدريمز، بيتم التعبير عنها رمزياً سيمبوليك بالدريمز وبالفرويديان سليبس على سبيل المثال، ومع استخدام بعض المواد أيضاً اللي بتنزل من مستوى الوعي شوي. وطبعا طريقته في العلاج المعروفه اللي هي الفري اسوشيشن. بعد فرويد اللي العلماء اللي بدنا نحكي عنهم نان فرويديان سايكو اناليتيك ثيوريز اللي هم زي مثلا ألفريد ادلر راح نحكي عنه هلا بالتفصيل، إريك إريكسون ما راح نحكي عنه اليوم لانه له محاضره مستقله، وكارل يونغ، كارين هورني واخرين. هلا بدنا نحاول نغطي قدر الامكان اكبر عدد ممكن من العلماء ونظرياتهم. بدنا نبلش بكارل يونغ. كارل يونغ كان ابن لعائلة متدينة، عاش طفولته وحيد تقريبا لغاية عمر 9 سنوات، لذلك كان تعلقه بأمه شديد، ولذلك المحللين النفسيين اللي اشتغلوا على تحليل يونغ حكوا انه يونغ كان يعني مر بالأوديبوس كومبلكس وعلق فيها نتيجة علاقته وارتباطه الشديد بأمه وتأخره في ارتباطه بأمه. وهو صغير صار عنده هدرة روما، بناء على هاي الهيد تروما اصبح يصير عنده نوبات من غياب يفقد الوعي. على الاغلب هي مش سيجر، على الاغلب يقال انها كانت كونفرجن، لانه كان بس تجي هاي الحالات لما يجي بده يدرس، فنوع من الهروب من الدراسه من المدرسه ومن كذا كان يغيبه هذا، فكان عنده سلوك كونفرجن وهو صغير برضه. كونه كان ابن لعائله متدينه وابوه رجل دين، فكان متاح له كتب بالبيت وكذا، فكان كثير يقرا في الاديان، يقرا كثير في التاريخ، يقرأ في علم الاجتماع وبهي الأمور من طفولته. وقراءاته هاي بالأديان والتاريخ والتراث خلت عنده رغبة فيما بعد أنه يكون طبيب نفسي. لما درس الطب النفسي كان مشرف على أطروحة الدكتوراه تبعته بلوردر اللي هو العالم اللي صلح كلمة سكيزوفرينيا، وكانت أطروحته لها دخل برضه في الروحانيات والأمور هاي. أثناء عمله بالطب النفسي طبعا هو استلهم من موضوع فرويد تبع الفري أسوشيشن، عمل إشي اسمه وورد أسوشيشن، إني أنا أحكي للمريض كلمات معينة وأشوف هو شو بتبادر بذهنه أول إشي. فأنا بحكي له مثلا أم،
شو بتتخيل؟ بتخيل رعاية، بتخيل رضاعة، بتخيل كذا، بتخيل كذا. احكي له مثلا اي شيء، مثلا رجل كبير بالسن، بتخيل الحكمة، بتخيل كذا. فهو انك تعطيه كلمة وتشوفي ارتباطاتها الذهنية عنده بايش. وورد اسوشيشن. طبعا فرويد، ايش اسمه، كارل يونغ بدأ المراسلة مع فرويد كان عمره 31 سنة، بينما فرويد كان بالخمسينات. وهذا ان دل على شيء بدل قديش يونغ شخص كان مهم وواعد في مجال الطب النفسي. في عام 1913 اختلف مع فرويد وعمل مدرسته الخاصة. طبعا اختلافاتهم كثيرة، انا حصرت اكثر من 20 اختلاف، راح احكي عن اهمهم اليوم، واللي بده تفاصيل اكثر ممكن ابعت له اياهم. انا ملخصهم يعني اكثر من 20 فرق بين يونغ وبين فرويد. بالاساس كان يختلف معه بعض الامور، وكان يشوفه انه ببالغ بموضوع الجنس ودور الجنس كمحرك للعقل البشري. طبعا يونغ يعتبر من اصعب العلماء النفس، كتبه صعبه، نظرياته صعبه، وهذا ممكن له علاقة حتى بقراءاته الواسعة. هو رجل موسوعي ومطلع على الأنثروبولوجي وعلى كذا، وحتى له إسهامات وإضافات في هاي العلوم، بعلم الاجتماع والأنثروبولوجي والشغلات هاي، لما حكى عن الأركيتايبس والأمور هاي تتداخل مع الأنثروبولوجي. لأنه الأنثروبولوجي طبعا علم الإنسان، هو علم دراسة تاريخ الظواهر الإنسانية. طبعا هون في شخص يغفله الكثيرون دائما، او عن دوره في يعني مساعدته في نشوء نظريات يونغ اللي طلع فيها، اللي هي زوجته إيما يونغ. زوجته كان لها دور كثير مهم، وزوجته هي عالمة نفس وكاتبة سويسرية معروفة وسيدة أعمال، وكانت ثاني أغنى امرأة في سويسرا. عندها كان عائلتها واحدة من أكبر شركات الساعات السويسرية يعني وكذا، وإلها إسهامات في الأدب وفي علم النفس، فهي كانت كثير أسيستنت معه في النظريات. لكن التاريخ أحياناً لا ينصف بعض الناس اللي اشتغلوا وتعبوا وكذا وطلع معه شيء، خلاص يذكر كارل يونغ، ما بيحكوا عن إيما يونغ. طبعاً حكينا هاي إنه كان مهتم جداً في دراسة التاريخ والأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع، وأضاف قيمة معرفية لهذه الحقول والعلوم. كارل يونغ personality theory. طيب هلا بالنسبه لفرويد حكينا المايند بتكون من انكونشس، بري كونشس، وكونشس. الانكونشس يونغ حكى انه لا، مش بس الخبرات السابقه والرغبات المدفونه والاشياء الانوونتد هاي والويشز والاشياء هاي والامبلسز، مش فقط هاي هي الانكونشس. حكى في طبقه اعمق من هيك بالانكونشس سماها كولكتيف انكونشس. الكولكتيف انكونشس هذا اللاوعي الجمعي. يونغ لانه عاش بعده مجتمعات وفترات طويله وعده ثقافات وعده كذا، صار يلاحظ اشياء مشتركه وكانه في عقل جمعي. يدرس مثلا الميثولوجي اللي هي علم دراسه الاساطير، يدرس اسطوره معينه عند شعوب معينه، يدرس اسطوره ثانيه ورموز الدينيه تبعتهم وكذا، ويلاقي في اشياء مشتركه. فهذا من هون اجت الكونسيبت تبعت انه في عقل جمعي عند الانسان، مش بس عقل فردي. فالكولكتيف انكونشس هو مجموعه من الميموريز، مجموعه من الباست اكسبيرينسز تبعت اسلافنا القدماء والتي ورثناها عنهم، موجود عندنا بالانكونشس. هذا الحكي طبعا حكاه يونغ قبل اكتشاف علم الجينات، ما كان وقتها في علم الجينات. وعلم الجينات فيما بعد اكد هذا الكلام واكد بعض الامور، زي بعض انه بعض المخاوف مثلا عند الانسان موروثه. فهذا كان سابق لعهده، يعني ما كانش في علم جينات، ومع ذلك حكى عن شيء موروث بهذا المعنى. ومش بس حكى عن الكولكتيف انكونشس، وحكى عن الكولكتيف شادو. حكى انه الشادو اللي هو برضه مصطلح طلعه هو يونغ، الشادو هو الظل او الجانب النقيض إلنا، بيكون موجود بداخل كل واحد فينا وهو مكبوت بداخلنا. بحكي انه في كولكتيف شادو كمان، في ظل جمعي. هذا وين بيظهر الظل الجمعي هذا؟ مثلا مباريات كرة القدم، لما تطلع تشوف الناس بتكسر بالشوارع، السلوكات الجمعية اللاواعية هاي اللي بتصير إلها دخل في الكولكتيف شادو اللي حكى عنه يونغ، كارل جوستاف يونغ. طيب إذا حكينا هو قسم الانكونشس إلى بيرسونال انكونشس نفسه اللي حكى عنه فرويد،
واضاف عليه نوع ثاني من الكونشس، قال لك فيه كمان انكونشس لا وعي جمعي، وسماه الكولكتيف انكونشس. حكى عن الاركيتايبس. الكولكتيف انكونشس هذا موجود في اركيتايبس. شو هي الاركيتايبس هاي؟ الاركيتايبس عباره عن تصورات، افكار مشتركه وبدائيه، يعني بدائيه مدفونه فينا، موجوده بيلد ان منا وفينا، بتيجي من اسلافنا. زي مثلا لما حدا يحكي لك مثلا طبعا الاركيتايبس في مثلا فاميلي اركيتايبس، مثلا تصور عن الام. انت لو رحتي على عده ثقافات، عده ناس، عده كذا، سالتيهم او حكيتي كلمه ام، بتبادر لذهنهم شيء معين او صوره معينه، هي مشتركه عند كل الناس. هذا الاركيتايب اللي بحكي عنه، او بيكون مشترك عند شعوب معينه، هذا اركيتايب. فهون بحكي لنا الاركيتايبس عباره عن ايمجز وثيمز that derive from the collective unconscious زي ما حكينا، as proposed by Carl Jung. Archetypes have universal meanings across cultures and may show up in dreams, literature or religion. يعني مثلا لما درسوا درس مثلا صور المسيح على سبيل المثال، كلها يحيط ب ب بالمسيح من عند الراس، هالة القداسة او النور. هلا انت لما تيجي تحكي نبي مثلا راح تتخيلي نور، رايف بادر لذينك، هذا اركيتايب. فوجد انه هذه الهاله القداسه الموجوده على صور المسيح موجوده كمان بديانات ثانيه وبكذا. اذا في عندنا عقل جمعي، او في عندنا تصور بدائي مدفون في اتجاه الشيء هذا. فهي هاي هي الاركيتايب. حكى عن الكومبلكسز، العقد. حكى انها زي عقد من المشاعر والافكار اللي برضه موجوده في الانكونشس عندنا، ويمكن الوصول اليها بطريقه غير مباشره والتعامل معها. ويتم التعبير عنها من خلال سلوك الإنسان ونمطه في السلوك. طبعا له كمان إسهامات تانية. حكى عن البيرسوناليتي، إنها ممكن يكون الشخص الإكستروفيرت أو إنتروفيرت. هذا المصطلح طلع فيه يونغ أصلا، ما كان قبل هيك في إشي زي هيك. الإنتروفيرت اللي هو الإنر دايركتد بيرسوناليتي، وهذيك أوتر دايركتد بيرسوناليتي تايب. طيب المينتال اوبريشن، حسب يونغ قسم المينتال اوبريشن الى اربع شغلات. حكى عن انه المينتال اوبريشن تبعت الانسان بتتكون من ثينكينج، فيلينج، سنسيشن، وانتويشن. انتويشن يعني الحدس. وصنف هذول الفانكشنز اما انهم راشنال او ايريشنال، ودرس الثينكينج والسنسيشن والفيلينج والانتويشن والشغلات هاي بالاكستروفيرت وبالانتروفيرت كيف بتكون، زي ما احنا شايفين في الجدول. فالثينكينج عند الانتروفيرت كيف بيكون، عند الاكستروفيرت الشعور الكذا الكذا، هيهم موجودين في الجدول. طيب الفروقات هاي مهمه جدا، الفروقات بين يونغ وفرويد. طيب بالنسبه لل نيتشر، طبعا هم فروقات كثيره، انا اخترت الثلاثه هذول لانهم اهم شيء، بس هم اكثر من 20 اللي انا حصرتهم. يعني هلا بنحكي عنهم، ممكن كمان نرجع شغلات ثانيه خارج السلايد. Nature and purpose of the libido بالنسبة لفرويد كان source of psychic energy specific to sexual gratification. psychic energy هاي اللي هي البطارية الداخلية اللي فينا جميعا في الانكونشس تبعنا، موجهة للsexual gratification. بالنسبة لفرويد هيك الليبيدو، بينما يونغ بقولك لا، هي generalized source of psychic energy motivating طيف كامل من البيهيفيرز، وليس بس sexual behavior الإنساني بشكل عام. nature of unconscious حسب فرويد الـ unconscious فيها زي ما حكينا repressed desires وهي الأشياء، وهي specific to every individual، خاصة فيه تجربته الخاصة والـ past experiences تبعته، تجربته مع أمه بطفولته وذكرياته، وهل كانت ترضع بشكل كويس ولا لا، وهل كانت كل هاي الأشياء المكبوتة بداخله ونسيها بتضلها موجودة في الهاي. بالنسبة للـ source تبع الـ unconscious تبع فرويد. اما يونغ فبحكي لك لا، هو مزبوط هذا سما بيرسونال انكونشس، بينما في كمان كولكتيف انكونشس، وهو التصورات اللي حكينا عنها الموروثه من اسلافنا القدماء. بالكوز اوف بيهافير برضه فرويد بحكي انه سبب السلوك الانساني او الدافع للسلوك الانساني هو التجارب القديمه، وتحديدا في الطفوله، بينما يونغ بحكي لك لا، الباست اكسبيرينسز بالاضافه ل طموحه المستقبلي، طموح المستقبل ونظرته كمان للمستقبل. طبعا في فروقات تانية، يعني انا ممكن
نحكي مثلا نظرتهم للمودرن سوسايتيز. فرويد كان مش مع المودرن سوسايتيز لانها بقول لك بسبب الام هابينس، ما في سعاده بحكي لك بالمودرن سوسايتي، لانه زاد عندك بحكي لك الصراع بين الاد وبين السوبر ايجو حسب فرويد. بينما مثلا ال يونغ مشكلته معها غياب المعنى، لانه بطل في يعني ميثيكال كونشسنس، ما في وعي اسطوري، صرنا نعتمد على العلوم اكثر، فبالتالي صار الاشكاليه هون بغياب المعنى عند الانسان. برضه انها بتقلل الاندفجويشن 100% 100% دكتور، شكرا. طيب نحكي عن ميلاني كلاين. طيب كارل يونغ اظن هيك احنا غطينا اهم مصطلحاته، طبعا حكى عن الشادو، حكى عن الكوليكتيف شادو، حكى عن البيرسونا اللي هي ماخوذ الكلمه من المسرحيات اليونانيه والاغريقيه القديمه، كانوا يلبسوا قناع عشان يمثل دور معين، مثلا يلبس قناع وجه حزين فهو بتفهمي انه كمشاهد انت انه هذا حزين، يلبس قناع مثلا انه بضحك فهو بضحك. البيرسونا بحكي لك استخدم هذا المصطلح هو للتعبير عن القناع الذي نغطي فيه البيرسوناليتي تبعتنا عشان نتعامل مع مواقف معينه. حكى ايضا عن حكينا الاكستروفيرت والانتروفيرت والشادو والكوليكتيف شادو، وحكى عن الانيما والانيمس، حكى عن الجانب الذكوري في البنت داخل الانثى وسمى الانيمس، وجانب الانثوي بالرجل وسمى الانيما. يعني هيك اظن انه غطينا اهم النقاط اللي حكى عنها. تفضل. البيرسونا والبيرسونال ريل بيرسونال، كل ما زادت الجاب ما بينهم بيرسونا عن البيرسوناليتي الترو بيرسوناليتي بيناتهم، كل ما كان اكثر عرضه للانكزايتي والمود ديز اوردرز. جميل جدا. لما بكون بحس حاله فيك. جميل جميل جدا، شكرا يا دكتور. طيب ميلاني كلاين هي محللة نفسية نمساوية في الأصل، ولدت في فيينا سنة 1882 لأسرة يهودية. طبعا هو هذا شيء غريب انه اغلب اللي المؤسسين والاباء الاوائل للسايكو اناليسيس اغلبهم يهود وجرمان، يعني من مناطق النمسا وسويسرا وهاي المناطق والمانيا. طبعا هي بطفولتها كانت حابة تدرس طب، ولكن لما خلصت الثانوية وهيك أهلها مروا بضائقة مادية فما قدرت تكمل دراستها في الطب، ما درست طب ولا درست علم نفس، يعني هي لا طبيبة نفسية ولا درست علم نفس. تزوجت في البداية من شخص ما بتحبه وجابت منه أطفال، دخلت بكلينيكال ديبريشن بسبب ظروفها الأسرية والعائلية، وخضعت لجلسات علاج نفسي. وفي هاي الأثناء كان عندها اهتمام وبتقرأ بمواضيع السايكو أناليسيز والمقالات اللي كانوا ينشرها فرويد وقتها. نشرت مقال عن النمو النفسي عند الأطفال وعمل ضجة وقتها، وفي عالم اسمه كارل إبراهام اللي هو كان ماسك جمعية محللين نفسيين في بريطانيا استدعاها لبريطانيا بناء على هذا المقال، وعرض عليها تشتغل معاهم، واشتغلت العديد من الأبحاث في بريطانيا لما راحت وانفصلت عن زوجها هذاك، وبدأت مشوارها في هذا المجال. وطبعا هو نفسه كارل إبراهام، هلا اي حدا بده يدخل، حتى احنا بالمستقبل لو واحد فينا بده يدخل سب سبيشاليتي مثلا سايكو اناليسيس لازم يخضع نفسه لسايكو اناليسيس قبل ويشوفوا هل هو ما عنده عقد ممكن تاثر على علاجه مع المرضى ولا لا. خضعت لعلاج نفسي او خضعت لجلسات تحليل نفسي مع كارل ابراهام الطبيب النفسي المرموق ورئيس جمعيه المحللين النفسيين البريطانيه، ولكن ما استكمل العلاج معها او ما استكمل الجلسات لانه توفى. فعملت لعده سنوات سيلف سايكو اناليسيس، صارت تحلل نفسها لحالها ولعده سنوات قبل ما تبدا في علاج الناس. لكن هي ما درست طب ولا درست تعليم نفس ولا شيء، واسهاماتها مهمه جدا هلا بنحكي عنها. طبعا ركزت في دراستها على الاطفال وعلم نفس النمو، واضافت على ديفنس ميكانيزم حوالي 6 او 7 ديفنس ميكانيزمات اللي هم باختصارهم سيب دوك اللي درستوهم. وطبعا هي اللي طلعت نظريه اسمها الاوبجكت ريليشنز ثيوري، وحكت عن الديبريسيف بوزيشن والبارانويد سكيزويد بوزيشن، هلا بدنا نحكي عنهم بالتفصيل. وحكت عن الفانتازي بالبي اتش مش بالاف، سمتها فانتازي بي اتش، وحكت انه هاي عباره عن مجموعه من الايمجز الصور
يعني مجزأة، أفكار مجزأة بتكون عند الطفل أول ما ينولد قبل ما يشكل فيجوال ميموريز. أوكي؟ اللي هي خيال الطفل قبل ما يكون عنده فيجوال ميموريز أو أي معارف. فانتزي بالبي اتش. يعني قبل الثلاث سنين؟ قبل هو بيبي. أول مثلا 6 شهور بتحكي أنت، قبل ما يعمل فيجوال ميموريز. أوكي؟ اللي هو تفكير الطفل وخياله قبل ما يشكل أي معارف أو أي شو اسمه؟ صور ذهنية أو شيء. طيب طبعا الأوبجكت ريليشن ثيوري بتفترض إنه الإنسان بشكل أساسي إنه motivated by the need for contact with others، يعني the need to form relationships، على خلاف اللي كان يحكي فرويد إنه الإنسان motivated by sexual and aggressive drives. هاي الفكرة، الكونسبت الأساسي من الموضوع. وهي النظرية ببساطة بتفترض إنه علاقة الإنسان بأمه وبمحيطه في مراحل الطفولة المبكرة بتصوغ علاقته مع الآخرين وتصوره عن نفسه لما يكبر. وطبعا استخدمت هي، كيف كانت فرويد حلل الأدلتس، درس الأدلتس، هي خبرتها طويلة في مجال الأطفال، فهي شغلها مع الأطفال، وكانت توصل للأنكونشس تبع الأطفال مش من خلال الحكي والفري أسوشيشن والحكي هذا، لأنه هذا طفل، من خلال اللعب. كانت تجيب غرفة تحط فيها شوية ألعاب، شوية ألوان، ورق وكذا، تشوف الطفل إيش اللعبة بيختارها، كيف بتعامل مع اللعبة، شو برسم لما بده يرسم، شو الألوان اللي بيستخدمها، شو كذا، توصل تحاول توصل للأنكونشس مايند تبع الطفل من خلال اللعب. وهذا التكنيك اسمه أناليتيك بلاي تكنيك، هي اللي طلعته برضو ميلين كلاين. طيب الأوبجكت ريليشنز ثيوري زي ما حكينا إنه هي علاقة الإنسان بمحيطه والأوبجكتس اللي حواليه، وبالأساس البرايمري أوبجكت هو الأم، وبالأساس البريست تبع الأم كمان في الطفولة المبكرة. هذه العلاقة بحكي لك كيف بتكون هي بتصوغ علاقتك وثقتك حتى وشخصيتك وتعاملك مع الآخرين فيما بعد. وهي اعتمدت زي ما حكينا على الأوبزرفيشن of children، وبتعطي أهمية كبيرة للعمر أول 4 إلى 6 شهور. وبتحكي هي إنه في عند الإنسان معرفة مبنية منه وفيه عن جسده، في عنده تصور عن نفسه عن جسده بيلد إن بيجي معه. برضو هي اللي طلعت فيها الفكرة. وحكت بالنسبة للكاستريشن أنكزايتي اللي حكى عنها فرويد، هي بتحكي إنه السوبر إيجو بيطلع بمراحل قبل اللي حكى عنها فرويد. فرويد حكى ان السوبر ايجو بيطلع متى؟ في نهايه الفلك فيز، يعني على عمر 5 أو 6 سنين، بينما هي بتحكي من سنه لسنتين ممكن يكون عنده سوبر ايجو الطفل. ولاحظت وجود اطفال تعاملت معهم عمرهم سنتين وعندهم فيلينج اوف جيلت وعندهم سوبر ايجو، فهي بتحكي انه السوبر ايجو بتكون بمراحل قبل اللي حكى عنها فرويد. طيب وحكينا انه البلاي انتربريتيشن واز ذا ميجر تكنيك امبلويد عند شو اسمها ميلاني كلاين. طيب هلا بدنا نحكي كيف المراحل اللي هي اضافتها درست الطفوله باول 6 شهور تحديدا، ليش هم مهمين بالنسبه لها. بحكي لك الطفل اول ما ينولد بعد ما يجرب تجربة الحياة ويصير كائن مستقل بذاته، مجرد ما انقطع الحبل السري وصار كائن مستقل، أصبح عنده، مجرد ما جرب هاي الحياة أصبح عنده نوع من الخوف من الموت، خوف من الفناء، قلق الانقراض أو قلق الفناء بسموه Annihilation Anxiety. وهذا الأنكزايتي كيف الإنسان بده يتعامل مع أي أنكزايتي؟ Defense Mechanism على طول، فبصير يعمل Projection لهاي الأنكزايتي على External Objects، هذا في عمر كتير مبكر. هذا البروجيكشن يتبعه فيما بعد سبليتنج، بصير يفصل يعني الأشياء يا جود أو مش جود، بس بأي معنى. هو ما عنده لسه حتى اللغة لسه، والأفكار لا يمكن أن تصاغ خارج اللغة، فهو بيكون عنده بالنسبة له كونسبتس بسيطة، يعني مثلا المعدة المليانة إيش كويس، المعدة الفاضية إيش كويسة، الصدر اللي فيه حليب كويس، الصدر ما فيه حليب سيء، بهذا المعنى بعبر عنها بالكراين. وبيعبر عنها بالكراين 100%.
فبصير عنده سبليتنج. بحكي لك مش بس هو بفصل انه هذا البريست كويس لانه في حليب وهذا الصدر مش كويس لانه مثلا الثاني عامل لي يعني مغطي علي او مخانقني او كذا، بيكون الطفل هيك. لا، بيقول لك البريست حتى نفسه اجزائه بقسم البريست لاجزاء كويسه واشياء مش كويسه، فببلش عنده السبليتنج كديفنس ميكانيزم. بعد ما يتطور هذا الموضوع شوي، على عمر 6 شهور ببلش يدخلوا موضوع الاكل على برنامجه الغذائي، ببطل بس حليب، فبصير اعتماده على البريست اقل واقل. بهذا الوقت بيكون الطفل اصبح يدرك انه هذا الشيء مش سيء او كويس، انه هذا الشيء حسب يعني هو شيء واحد نفسه، هو حسب السياق بيكون كويس او مش كويس. فامي مش مجرد ما انها بعدت عني شوي فهي مش كويسه، لا، هي رح تيجي. ببلش يشعر في الجلد تجاه امه، انه كيف انا كنت احكم على امي بهذه الطريقه، فببلش يشعر بالجلد. بدخل بشيء بتسميه depressive position، وسمته position وضعيه وليس مرحله لانها ما حددت اعمار بالضبط. وشو اسمه المرحله الاولى تبعت السبليتنج اللي حكينا عنها، سمتها paranoid schizoid position، مرحلة الندم وشعوره بالهاي، وخاصة انه بترافق مع الفطام فبحس باللوس بالفقد، انه فقد صدر امه صار ياكل كذا، فبصير عنده ديبرسيف هاي وبالنسبة لها الفطام تبع الطفل يساوي الكاستريشن تبع فرويد. فهون السوبر ايجو كيف بتكون اصلا عندها شوي مختلف. بالضبط. وبقول لك بعد هاي المرحلة بعد الديبرسيف هاي بصير مرحلة الإصلاح أو يحاول يتصالح مع هاي الأمور الإنسان، وهي بتستمر معه مدى حياته. واللي ما بيقدر يصلح هاي الأمور راح يطور عنده ديفنس ميكانيزمز اللي هي المانيك ديفنس ميكانيزمز، اللي هي إيش؟ الدينايل. بالضبط، بصير يرفض الشعور بالجلد فبصير دينايل، بصير مثلا عنده أومنيبوتنس وبصير عنده جرانديوزيتي، هاي بسموها مانيك ديفنسز، اللي ما بيقدر يصلح هذا الموضوع، يعني اللي عنده مشكله بالريباريشن فيز. طيب ايجو اند سوبر ايجو ديفلوبمنت. هلا جماعه الاوبجكت ريليشن ثيوري بيحكوا انه الانسان بيعمل انتروجكشن للاكسترنال ووردز والاوبجكتس اللي تعامل معها بطفولته الى داخله، وهذا الانتروجكشنز بصير له organization تنظيم معين، فبيخلق عند الإنسان 3 شغلات: الإيجو والسوبر إيجو والأوديبوس كومبلكس. بالنسبة للإيجو ضروري نميز بين الانتروجكشن as a defense mechanism وبين الايدنتيفيكيشن. الايدنتيفيكيشن حسب فرويد يحكي لك أنه باخذ كل traits as a whole، نعم، الكير جيفر موديل من الأبو للأم يتبنى كامل الفكر كامل صفاته. كارل يونغ وغيرهم من يحكي لك لا، إنه إحنا بناخد introjection بمعنى إحنا بناخد صفة أو سمة أو مجموعة سمات بناخدها منهم، مش القالب كامل. مش القالب كامل بالضبط، إحنا بناخد بعض التريتس بنعملها introjection بداخلنا وليس كل الفكر كامل. بالنسبة للإيجو فور ميلاني كلاين، الإيجو أو sense of self توصل الماتشوريتي قبل مرحلة فرويد. الإيجو بالنسبة لميلاني كلاين بتبلش منذ ولادة الطفل، أول ما ينولد ويرتبط بصدر أمه ويعرف إنه هذا صدر أمي وأنا، بقول لك من هون ببلش السلف السنس أوف سلف، وبالتالي الإيجو بالنسبة إلها بتكون من أول يوم من حياة الإنسان. فهي كل المراحل بالنسبة للإيجو للسوبر إيجو للأوديبوس كومبلكس لهي الشغلات بتشوفها أبكر من فرويد. وميلاني كلاين طبعا في نقطة مهمة حكت انه ما في شيء اسمه اد، اللي حكى عنه فرويد ما في اد. بقول لك السوبر ايجو فيها فورسز نيجاتيف وبوزيتيف، بس عفوا الايجو فيه فورسز نيجاتيف وبوزيتيف، ما في شيء اسمه اد بالنسبه لميلاني كلاين. طبعا الطفل الصغير حسب ميلاني كلاين ممكن انه حسب تجربته هو كيف خاض تجربته مع امه مثلا اللي هي البرايمري اوبجكت، بسقطها على الاذر اوبجكتس. فاذا كانت
مثلا اخذ تجربه انه هذا جود بريست، هذا جود كذا، ممكن يشوف انه حتى اصبعه هو جود، يشوف مثلا ابوه جود، يشوف، عرفت كيف؟ والعكس صحيح، بصير يسقط يعمل بروجكشن لهي الاكسبيرينس اللي عنده والنتيجه اللي طلع فيها على الاكسترنال وورلد. هذا شبيه بكلام إريك إريكسون عن التراست فيرسس مستراست. بالنسبه للسوبر ايجو، السوبر ايجو عند ميلاني كلاين بيختلف عن فرويد من ثلاث نواحي على الاقل. اول شيء انه زي ما حكينا بيطلع مرحله مبكره اكثر، بتحكي انه من سنه لسنتين السوبر ايجو بتكون. بتحكي انه ما له علاقه السوبر ايجو بالاوديبس كومبلكس، وبتحكي انه مور هارش عن اللي حكى عنه فرويد. عمليه البروسيس تبع تكون السوبر ايجو قاسيه على الانسان اكثر، الفيلينج اوف جيلت اللي بيكون عنده اكثر من اللي حكى عنه فرويد قاسي. طبعا هون في ثلاث نقاط مهمين، انه اول شيء ميلاني كلاين وصلت لهي النتائج نتيجه تعاملها الطويل مع الاطفال، بينما فرويد ما تعامل مع اطفال. وكمان شغله انه ميلاني كلاين حكت انه السوبر ايجو كل ما كان اعلى او كل ما كان ماتشور اكثر، كل ما كان الانسان حس بالجلد اكثر، وكل ما كان عنده شعور بالانفيريوريتي اكثر، وكل ما كان ايضا السوبر ايجو تكون في عمر مبكر اكثر، كل ما صار الطفل عنده اكثر من الشعور بالذنب تيررز، بتبين من خلال التيررز النايت تيررز اللي بيحلم فيها الطفل. هذا في حال تكون السوبر ايجو في مراحل عمريه مبكره اكثر. طيب هيك احنا بنكون غطينا تقريبا اغلب الاشياء المهمه اللي حكيت عنها ميلاني كلاين. طبعا كمان الديفنس ميكانيزمز اللي ضافتها اللي حكينا عنهم. وهلا بدنا ندخل على عالم ثاني اسمه ألفريد أدلر. ألفريد أدلر عالم نفس نمساوي وطبيب، نولد في 1870 لعائلة متوسطة الحال، طبقة وسطى، يهودية أيضا. وهو صغير كان عنده مرض ريكتس ديزيز، فكان عنده تشوه بالساقين وما كانش يقدر يمشي لحد عمر الأربع سنوات، تأخر في المشي، فهذا عمل له عائق في التفاعل الاجتماعي مع الآخرين. كمان على عمر الخمس سنين صار عنده يقال يعتقد إنها نيومونيا، بس سيفير نيومونيا، وكان رح يموت منها، ولكن يعني تعالج فترة طويلة منها وطلع، يقال إنها كانت على الأغلب نيومونيا. طبعا هو مؤسس مدرسة كاملة اسمها individual psychology، بتركز على الفرد أكثر، هلأ بنحكي عنها. هو أول واحد من مدرسة السايكو أناليسيس، طبعا هو اشتغل مع فرويد بشكل شخصي، وأول واحد انفصل عن فرويد وعمل مدرسة مستقلة له. حكى عن كثير شغلات، حكى عن الأورجان inferiority، هي جزء من الانفيريوريتي بشكل عام اللي هي الانفيريوريتي كومبلكس اللي حكى عنها، حكى عن السوبيريوريتي كومبلكس، حكى عن السوشيال انترست، حكى عن الماسكولين بروتست، وعن البيث اوردر. هاي الشغلات كلها اي كلمه بنسمعها دغري بخطر على بالنا ألفريد أدلر، هلا بدنا نحكي عنهم بالتفصيل. بالنسبه لألفريد أدلر بحكي لك الدافع الاساسي للدرايف او الاشياء الموتيفيتنج فورس اللي خلف اي بيهيفير بنعمله احنا، مش السكس والاجريشن زي ما بحكي فرويد، وانما ايضا سترايفنج فور بيرفكشن، الانسان يسعى للكمال، يسعى ليوصل لشيء افضل. هذا الدافع الاساسي عند الانسان، وليس الاجريشن والسكشوال امبلس اللي حكى عنها فرويد. بينما بحكي لك الاجريشن درايف حسب ادلر تطلع عند الانسان لما ما يقدرش يحقق حاجاته الثانيه، يعني مثلا لما ما يحقق حاجته للاكل، لما ما يحقق حاجته انه يكون انسان محبوب، لما ما يحقق حاجته بالامان بالمسكن بالكذا، تطلع عنده دافع العنف، وانما مش الاصل في الانسان هيك حسب ادلر. وادلر طبعا كان متاثر بفلسفه كارل ماركس، كان اشتراكي وكان متاثر بفلسفه كارل ماركس، هو بالاصل طبيب عيون، كان ترك طب العيون وفتح عياده في حي فقير في فيينا، كان يعالج الناس، كان بهذا الحي الفقير يلاحظ وجود ناس كثير تجي مثلا عندها عطل بعضو معين، عندها بتر في شيء معين، فلاحظ انه هذول الناس عندهم شعور بالانفيريوريتي،
من هون اجت فكرته، وايضا ممكن تكون تجربته بالطفوله ومرضه بالطفوله خلاه برضه يبحث في هاي الامور اكثر. طيب هلا راح نحكي عنهم بالتفصيل الانفيريوريتي شو يعني وهي الشغلات. الماسكولين بروتست بالنسبه لادلر، الاستيم عند الذكر بيكون اعلى من الانثى، بس مش من منطلق ذكوري، هو زلمة ماركسي تقريبا ومتقدم، ما عنده هذا التخلف اللي كان موجود عند فرويد مثلا. فرويد بيعتبر السوبر ايجو مور ماتشور عند الميلز اكثر من الفيميلز، لانه بقول لك خاض اوديبس كومبلكس وكاستريشن انكزايتي، بينما البنت لا، فبالتالي السوبر ايجو بتطور والفيلينج اوف جلت عند الذكر اعلى من الانثى. كلام ذكوري واليوم مرفوض عالميا، وفرويد بشكل عام هو ينتصر للرجل. وفرويد اتوقع لازم نحط له محاضره مستقله ينحكى فيها بهذا الموضوع، عنده مامي ايشوز وعنده عنده عنده مشاكل بهذا مع المراه بشكل عام، فهو ينتصر للرجل. بينما هذا الزلمه لما يحكي لك المنطلق تبعه مختلف، لما يحكي الستيم عند الذكر اعلى من الانثى، لانه احنا بنتربى في مجتمع، مجتمعات العالم اليوم كلها ذكوريه، في عندنا نورمز، في عندنا توقعات من الطفل بنسقطها عليه وبنبنيها فيه. يعني مثلا لما يكون عندك طفلة بنت صغيرة وتلاقيها خجولة بتعتبريها جزء من أنوثتها، وإذا شفتيها مثلا بتعبر عن حالها وبتحكي بدي وهذا وكذا، ممكن يشوفوها حسن صبي بيقولوا عنها. بينما الذكر إذا كان خجول مثلا وهادي وهذا، شو بيحكوا عنه؟ هذا ممكن تطلع شخصيته مهزوزة، هذا الولد لازم يشد حاله أكتر، يتلحلح كذا، ما بيشوفوها إنه جزء من ذكور، لا بيشوفوا انه الطبيعي للذكر انه يكون يعبر عن نفسه ويحكي شو بده ويحكي برغباته، بينما البنت الطبيعي لها تكون خجوله وما تعبر. فهذا إشي للاسف انه العالم اليوم كله ذكوري، واخر مجتمع عمومي انتهى من الاف السنين يعني. فلانه مجتمع ذكوري بنبني فينا هاي التصورات المسبقه عن الذكر والانثى، فبالتالي بنتربع على هذا الاساس، فبيطلع الذكر عنده ستيم اعلى من الانثى، كلام منطقي حسب ادلر من هذا الباب، مش من باب متخلف او ذكوري. كيف دكتور؟ بس مبدأ الاركيتايبس تبع كارل يونغ كان موافق لهم بهذه النقطة. نعم. طيب هون في اشي تاني ما حكيناهوش؟ لا. في نقطة انه المين بحد ذاته مش powerful زي ما بتعتقد الناس او successful هيك باي ديفولت. هم بينجبروا او يصنعوا. هو بالضبط المجتمع يصنع هذا الاشي فينا. مش انهم هم باي ديفولت انولدوا. بالضبط بالضبط. طيب striving for superiority بحكي لك السعي للتفوق او للسوبرياريتي هو رغبه بانك تكون افضل، بس مش الفكره بس انك تكون افضل، انك تكون افضل من غيرك. هون هي الفكره. ادلر حكى انه ممكن اذا تطورت عند الانسان السوبريوريتي هاي والاحساس سترايفنج فور سوبريوريتي وعملت له سوبريوريتي كومبلكس، بصير عنده مشكله نيوروتيك نيوروسيس اعتبرها اللي هي السوبريوريتي كومبلكس. كيف يعني سوبريوريتي كومبلكس؟ يعني واحد مثلا باجي بحكي له والله انا رحت على الهند، بحكي يا زلمه انا رحت على الهند وعلى الصين وعلى ايطاليا، انا جبت بالعربي 100 مثلا، بقول لك انا جبت بالعربي 100 وبالانجليزي 100 وبالرياضيات 100، فهاي سوبريوريتي كومبلكس. ممكن تخلي نارسستك. بالضبط تخلي نارسستك. الانفيريوريتي، الانفيريوريتي حسب ادلر بحكي لك كل انسان عنده جانب من الانفيريوريتي. ليش وين بيجي هذا الجانب؟ الانسان بنولد ضعيف ويعتمد على الاخرين. مثلا طفل بقدرش مثلا يعمل شيء لوحده، لازم يساعده ابوه بالموضوع او امه مثلا. بالضبط بقدرش مثلا حتى يروح الحمام لحاله اولها الا امه تاخذه تواليت معها مثلا، تعلموا هذا. بقدرش يركب سياره زي ابوه يسوقها، ابوه بفوت على المحل وبيشتري وهذا، بقدرش يعمل هاي الشغلات. فبحس بالدونيه كل انسان فينا وهو طفل كان يشعر بانه اقل من الاكبر منه. فشعور بالدونيه هذا الطبيعي عند الانسان بحكي عنه، لكن اذا استمر مع الانسان بيعمل عنده الانفيريوريتي كومبلكس، بيعمل عنده لو سيلف استيم، بخليه يشوف حاله اقل من غيره. طيب بس اذا رجعت على السلايد في نقطه حلوه بدي
الكمبيوتر انت من عندك الترا اخر جمله حلوه بحكي لك انه انت ما بتقدر تهتم بالاخرين اذا كان عندك انفيريوريتي كومبلكس الا اذا قدرت انت تحس حالك كومبتنت او عوضت الانفيريوريتي كومبلكس. يعني معنى اخر الشخص الناقص ما بيقدر حسب وصفه طبعا انه يساعد الاخرين او يشعر فيهم اللي هي امباثي يعني نوعا ما الا اذا حس بالكومبتنسي من فاقد الشيء لا يعطيه من هذا ميل مي. في ناس حكوا لا عكس ذلك بس يعني هذا هيك رايه يعني. طيب بدنا نحكي عن سب تايب من الانفيريوريتي كومبلكس. يعني الانفيريوريتي كومبلكس نعتبرها المظله الكبيره في تحتها شيء اسمه اورجان انفيريوريتي. برضه اللي طلع هذا المصطلح هو ادلر. وي اول ار فيزيكالي سترونجر اور ويكر ذان وان انذر از بيبل از ويل سترونجر اند ويكر اناتوميكالي. هلا بحكي لك اختلافنا حتى تشريحيا بنيه اجسامنا وكذا تختلف قوتنا. يعني في شخص اقوى من شخص في شخص اضعف من شخص. الأورجان انفيريوريتي مرتبطة ارتباط كلي باللي حكى عنه دكتور قبل شوية تعويض compensation. فبيكون الإنسان مثلا عنده مثلا مشكلة مثلا إيده شمال ما بتتحرك أو مثلا عنده مشكلة عضوية مثلا بجسمه أو شيء بعيق حركته فبصير يطور عنده مهارات تانية أساس يعوض compensation عن هذا النقص اللي صار عنده. فإحنا لما نحكي inferiority بنحكي عن compensation عن تعويض. طيب هي كثير كثير بتكون ظاهرة إذا كان نسبيا موجود في مجتمع يطلق عليه أحكام إنه هو مش جميل بصير يحاول يعوض بالبرسوناليتي والصفات الأخرى. لذلك بتلاقيهم كفرصة للارتباط والعلاقات والانتربيرسونال سكيلز بتكون عندهم أعلى بكثير من غيرهم. يعني اللي بيكون شايف حاله في مجتمع أو اللي حواليه شايفينه إنه هو جميل بيكتفي فيها ما بيكون عنده inferiority complex ولا need for compensation. جميل جدا. وممكن يختار شريكته حلوة كثير كمان لأنه لأنه بيعمل validation للجمال بشكل أكبر. نعم. هلا هون بحكي لنا مثلا واحد قصير وعنده insecurity من هذا الموضوع فبتلاقيه بيصير يبذل كل الإنرجي تبعته عشان يعوض هذا الشعور بالانفيريوريتي بالدنيا او بالنقص. زي عقده نابليون بالضبط. بصير انه انا عنده عقده بموضوع الطول فبصير بده يعوضها زي ما حكى الدكتور مازن انه بالبيرسوناليتي بكذا بكذا بيحاول يعمل شيء بيحاول بصير كرييتيف بموضوع معين بحاول يعوض هذا الشعور. انفيريوريتي كومبلكس طيب depending on whatever complex you may have more than one you will develop an inferiority complex. حطت مثال if I have very successful and talented parents that are famous musicians مثلا وانا مثلا سيء في 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 ممارسه الرياضه مثلا ابوي وامي موسيقيين مثلا معروفين وناجحين في مجالهم وهيك وانا مثلا بلعب رياضه بس انا مش ناجح بالرياضه زي العالم والناس في المدرسه مثلا بصير عندي شعور بالانفيريوريتي. هاي الانفيريوريتي كومبلكس بصير الطفل يحس حاله مثلا دون المستوى او بصير خجول او بصير يعني يستحي بصير بالضبط ينسحب اجتماعيا شوي شوي. البيرث اوردر اول حدا حكى عن البيرث اوردر وشو اهميه ترتيب الشخص بالعيله هو اول ولد هو الولد الوحيد هو ثاني واحد هو بالنص هو الاخير كان الفريد ادلر. هذا كان زمان قبل الفريد ادلر بس يهتموا بالفاميلي هيستوري تبعت ايش الاب والام والسايكاتريك هيستوري اذا في عندهم امراض او في عندهم كذا. بينما الفريد ادلر قال لا ترتيبه بين اخوته مهم كمان. فمثلا السنجل تشايلد مثلا طفل وحيد بيكون بيكون زي احنا بنحكي دلوع يعني لانه كل الاهتمام منصب عليه. بينما اذا كان برضو ابيوسف الاب والام الطفل الوحيد راح يطلع كل الابيوسف بيهيفير هذا عليه لحاله فراح يكون مضاعف تاثيره عن اللي بيكون عندهم اطفال واخوان وشاركوهم هذا الابيوسف بيهيفير. فحكى عن الاونلي تشايلد حكى عن الاول طفل حكى عن الثاني وحكى عن الاصغر واحد. عندنا كمان عالم هذول مهمين لما نيجي ناخذ الهيستوري. يعني مثلا الفيرست تشايلد بالعاده بيكون تيكينج ريسبونسبيلتي تيكينج ريسكس
بالنسبة له، لأنه بالنسبة له هاي سيلف إستيم تعود أخذ أكبر الاهتمام، ألوف بكون سكند تشايلد أو اللي بتسميهم بالنص مثلاً، بالعادة بيكونوا إنديفرنت إيموشنالي والإنتر بيرسونال سكيلز، ضايعين بالنسبة لهم الموضوع الريليشن شيب مش كثير مهم زي الأول والأخير. الآخر تشايلد مثلاً بكون بالعادة ما باخذ ريسكس مثلاً، وبيهتم كثير بأنه بكون كلينجي، يعني بحب دائماً يكون مع أهله بس نرجع نحكي هاي صفات عامة مش شرط أنها تكون بالطفل، لأنه في variables بتعتمد إذا البيرنتس هيلثي ولا لا، شو طبيعة علاقة البيرنتس مع بعض، كيف طبيعة علاقتهم مع الأطفال. وحكى نقطة مهمة أنه هو مش بس ركز على البيرنتس، ركز كيف تعامل الأطفال ذكوراً وإناثاً اللي هم إخوان أو أخوات مع الطفل نفسه، فهاي مهمة جداً. جميل جميل جداً، شكراً دكتور. طيب بدنا نحكي هلأ عن عالم اسمه دونالد وينيكوت، هو طبيب أطفال بالأصل ومحلل نفسي بريطاني مواليد 1896، يعني هي أول واحد بريطاني بمر علينا، كلهم جرمان اللي مروا قبل. ومع العلم أنه بريطانيا مهمة في التحليل النفسي، ومدرسة لندن في التحليل النفسي لهم مدرسة خاصة فيهم. هلأ أنت لو بدك تروح تعمل سب سبيشاليتي مثلا بسايكو أناليسيس ببريطانيا على سبيل المثال، في عندهم مثلا فرويديان، مثلا برنامج اكثر من بروجرام، في برنامج فرويديان، في برنامج مثلا ميلينيان لميلين كلاين، وفي برنامج اندبندنت، فثلاث برامج فيه. ومدرسه مهمه صارت بريطانيا في هذا الموضوع. امتى صارت مهمه؟ لما راحت ميلين كلاين على بريطانيا وعملت ابحاثها، اصبح في مدرسه في بريطانيا للتحليل النفسي. ف دونالد وينيكوت يعتبر من الناس الاندبندنت، مش محسوب على فرويد ولا محسوب على ميلين كلاين. طبعا مواضيعه كلها كيوت، حكى عن مثلا الترانزيشنال اوبجكت، انه طفل صغير ممكن يتعلق بمثلا لعبته او احرامه او شيء معين هيك يكون دافي وناعم وكذا الملمس، ممكن انه يتعلق فيه ويعوض فيه غياب امه لما ما تكون موجوده او لما يجي بده ينام، يعني وكانه مساحه للامان للطفل بتعوضه عن غياب امه في اللحظات اللي مش موجوده فيها. ترانزيشنال اوبجكت، حكى عن الجود انف مدر. الجود انف مدر حكى لك انه الام مش ضروري تكون بيرفكت، بس انها تكون جيده بالحد الكافي، تعطي عنايه للطفل بالحد الكافي. فحكى مش ضروري انه تكون اوفر، يعني عشان يطلع طفل سايكولوجيكالي سليم ويتطور نورمال سايكولوجيكال ديفلوبمنت، لا انت بس تعطيه رعايه بالحد المعقول. وحكى عن الترو سيلف والفولس سيلف، حكى انه الطفل لما يصير يتم عقابه كتير في البيت على شيء معين، بيضطر يخلق فولس سيلف يمثل قدام اهله بشيء هو مش هيك، بس قدامهم بيصير يعمل فولس سيلف. طبعا واعتبر وينيكوت طريقة عناية الأم بابنها، طريقة حملها إله، كيف بتحممه، كيف تقوم بتهدئته لما يبكي، كل هاي الأمور بتأثر في تكون فكرة الطفل الأولى عن الأم، بالإضافة لمفهومه عن الجسد كمساحة للأمان. وهذا المفهوم بيحمل الطفل وبيكبر معه في رؤيته لاحقا للأسرة، للمدرسة، للمجتمع، للشريك، لكل شيء. حكى عن شيء اسمه transitional zone، بحكي لك انه الـ children's psychological development occurs in a zone between reality and fantasy، سماها هاي المساحة اللي بيعيش فيها الطفل بين الواقع وبين خياله، سماها transitional zone. وحكى انه اللعب واللهو هو جزء اساسي في او جانب اساسي من نمو الطفل. الترانزيشنال اوبجكت حكينا عنه شو هو، اللي هو اللي بيعوض فيه غياب الام، سواء كان احرامه او لعبته او شيء هيك بيكون عاده شيء ناعم الملمس ودافي. طيب الجود انف ماذر كونسبت اللي طلع فيه برضه وينيكوت، بحكي انه ماذر نيد نوت بي بيرفكت بات جود انف to provide growth sustaining environment. هذا اللي حكيناه احنا قبل شوي. هذا بشو بيهمنا اللي هو good enough mother
لما بيجينا بالامراض بالاضطرابات خصوصا عند الفيميلز اللي بتكون اللي بيكون عندهم هاي الكومبلكس او هاي المشكله انه ما بيقتنعوا انه جود انف مدر بيكونوا اكثر عرضه يصيبهم نيوروسيس زي جنرالايز انزايتي ديس اوردر زي او سي دي زي بي تي اس دي بانيك ديس اوردر لانهم دائما بدهم يكونوا الافضل ويحاولوا يدوروا على اشياء بضلهم حاسين بنقص عندهم انه مش عمالهم بيكملوا كامل احتياجات الطفل فدائما بحسوا بهذا الشيء فالجود انف مدر كثير مهمه في الكيرنج اللي بتقدم من الام للطفل ورده فعل الطفل للام. جميل جدا. اي مهم. جميل جدا. إن آخر كونسبت حكى عنه حكى عن الكاونتر ترانسفيرنس وقسمها إلى أوبجكت كاونتر ترانسفيرنس وكاونتر ترانسفيرنس هيت. الكاونتر ترانسفيرنس اللي بنعرفه إحنا اللي هو ممكن إنه المريض يخلق تصور معين تجاه الطبيب، مثلا الطبيب بيشبه أبوه فبيأخذ عنه فكرة معينة. الكاونتر ترانسفيرنس إنه الطبيب نفسه يصير يتعامل مع المريض على هذا الأساس ويخلق شعور تجاه المريض، وإيه ممكن يكون فيه كره أو شيء زي هيك. يعني باختصار هاي هي العلماء. طبعا في علماء تانيين كثير، في كارين هورني اللي عملت الفيلم من سايكولوجي، في عندك يعني كثير حتى المدرسة الفرنسية مهمة جدا. جاك لاكان حكى عن نظريات كثير جميلة، حكى عن نظرية مثلا الأوبجيبتي آ اسمها نظرية، حكى حتى انه برفض انه تترجم للغات تانية الأوبجيبتي آ، حكى خلوها زي ما هي عشان إذا ترجمت راح تفقد معناها، هي بتيجي تطلع معناها نظرية الموضوع أو الشيء الصغير ألف أو هيك إشي، اللي هو إنه بحكي جاك لاكان إنه الإنسان طبعًا فسرها وشرحها ووسعها وطبقها على مفاهيم تانية. فيلسوف معروف طبعًا اللي هو سلافويجيك بحكي إنه الأوبجيبتي آ مثلًا الإنسان بيسعى إلى نقطة معينة، يا مثلًا أنا بدي أدرس طب بحط نقطة إني بدي أتخرج من الطب بعد 6 سنين، هاي الهدف تبعي الجول تبعي أنا عشان أوصل للهابينس بدي أوصل هاي النقطة، نقطة A مثلا نسميها. فبتلاقيه بيسعى وبيشتغل وبيدرس وبتعب وهذا وبسهر وبقدم بيعمل امتحانات وبنجح، بوصل بأخذ الشهادة بكتشف إنه أنا ما وصلت للهابينس، فبيروح بحط نقطة A جديدة تلقائيا. نظرية جاك لاكان بالضبط هي مش النقطة A، هي الحيز تبع النقطة A، هي الحيز اللي بتضلك تحط فيه أنت نقطة A كل مرة وما بتوصل. وهذا الاشي وصلوا العرب والمتصوفين زمان لما كانوا يحكوا انه الجمال في السعي مش في الوصول. فهاي هي المبدأ تبعه. وفي كثير علماء وكثير نظريات، وممكن بالتنسيق مع الدكتور قاسم برنامج العلمي الدكتور لانا ممكن انه نعمل مثلا جزء ثاني من المحاضرة بنحكي عن علماء ثانيين. بس اجمالا حاولت اغطي قدر الامكان من السايكو اناليسيس.